بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أحبابنا الكرام، مرحبا بكم، وهذا مجلس جديد من مجالس دبلومة الحديث الشريف المعتمدة الأولى، ومع موطئ إمامنا مالك تحفيظا وشرحا موجزا. وكنا قد وقفنا في المجلس السابق عند باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، والحديث الحادي والستون بعد المئتين. نعم. قال: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. قال مالك: عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، يوتر منها بواحدة، أو في بعض النسخ بركعة واحدة، فإذا فرغ طجع على شقه الأيمن. قال مالك: باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. قال مالك: عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. الصوت لا يصل شيخ محجوب، الصوت يصل ولا لا؟ يبدو المايك يصل. المايك الظاهر في حاجة. قال مالك: عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ طجع على شقه الأيمن. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. نعم. قال مالك: مولانا، تفضل مولانا من فضلك. لا حقيقة أنا لم أنتبه لهذا، يعني دائما أقرأ الأحاديث لكن لم أنتبه لهذا اللفظ، عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. لا. دائما زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل رسول الله. ما اللفت البلاغية هنا؟ في لماذا النبي وليس بالرسول؟ الحقيقة أنا لا أدري بالضبط يعني، ولكن هو الفرق بين يعني هو دائما الإمام مالك يقول، دائما يقول عن زوج، على عائشة زوج النبي. نعم، حتى في الأحاديث الأخرى، في يعني في دائما عندما أقرأ الأحاديث أجد، يعني لم أنتبه لها ولم ألتفت لهذه، فصبح سبحان الله كنت أقرأ فالتفت لهذه. نعم. يعني لفت نظري، يعني سبحان الله، زوج النبي، النبي وليس الرسول، لماذا نفس ليس لفظ الرسول؟ نعم، والله أنا شخصيا يعني لا أدري المقصد بالضبط، ولكن على كل حال هو الفرق بين النبي والرسول معروف عند العلماء. نعم، معروف. وراجح فيه أن النبي هو من النبوة أو من النبوءة، من النبأ، مشتق من النبأ. نعم. فالله سبحانه وتعالى أخبره بأمور غيبية لا يعلمها إلا هو، أو من النبوة يعني مكان مرتفع، فإن الله رفعه على الخلق. إذا كان من النبأ فهو النبي كما قرأ نافع منفردا، وإذا كان النبي فهو من النبوة يعني المكان المرتفع، فالله سبحانه وتعالى قد رفعه على الخلق. أو أن أصله النبي كما قال البعض، ولكن أبدلت الهمزة ياء ثم الدغمة ما قبلها فيها، فأصبحت النبي، النبي أو النبي يو النبي، قيل هذا وقيل ذاك. فأما هذا في اللغة، الرسول من الرسالة، الله سبحانه وتعالى أرسله إلى الخلق لهداية البشر. أما الفروق الأخرى معروفة أشهرها، وهو وأن النبي الله سبحانه وتعالى ابتعثه وأرشده إلى وأمره بتبليغ الرسالة، ولكن لم يختصه بشريعة، ولكن الرسول مختص بشريعة. أنت ذاك عدد الرسل أقل. نعم. فيعني في إشارات بتكون بقى مثلا في حديث البراء بن عازب،
لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فقل: نعم اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت، اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وألجأت وجهي إليك، ووضأ أمري إليك، ألجأت ظهري إليك أسلمت رغبة نفسي إليك ورهبة رغبة إليك. ورهبة منك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بنبيك بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلما قرأها عادها عليه البراء ليسمعها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليجيزه بها بحفظها وإتقانها، أخطأ. فأطقأ أخطأ، فقال: وبرسولك الذي أرسلت. فقال له: لا بل وبنبيك. فقالوا يتناسب مع مقام النوم ورؤيا المؤمن، يعني جزء من 46 جزء من النبوة، يتناسب معها إيش؟ النبوة. نعم لا تنسى مع الرسالة. فسبحان الله، في دقة في الكلام في اللفظ، نعم هذا هو سبحان الله. المقصود. حتى في الإنجليزية أيضا يوجد فرق بين النبي والرسول، يعني بروفيت بخلاف إيه ماسنجر، يعني مسنجر. كل حاجة لها شيء يعني، فهكذا هذه من كيف الأشياء. الترجمة هناك؟ يعني أنا حقيقة في الترجمة عندما أقرأ أستعمل الترجمة في بعض الخطأ في الخطب، نعم يعني ليست الترجمة ليست دقيقة، لأن نعم الفرنسية لا تعطي المطلوب. ما فيهاش فرق بين اللغة النبي العربية والرسول؟ يعني يخلطون، فدائما يقول مثلا عن النبي يقول لك لونفوي دالله، فلا يعني الاخر لونفوي دالله، لونفوي دو ديو ادي، المرسل من الله الوغ يعني. نعم الوغ سي با سا، يعني مش هذا هو المفروض يكون النبي البروفات والرسول الميساجي. هناك تفرقة، لكن في الأحاديث في الترجمة حقيقة الكتب المترجمة يعني يعاد فيها النظر طبعا، ما هو كثير. هذا هو المقصود بقى، ان احنا يعني انت تبذل المجهود تجتهد. لعلي اخبرتك قبل ذلك في موضوع، نعم مش فاكر اخبرتك ام لا، مختصر مفيد في الحفظ أخبرتني يعني، انا اردت ان أخبرت لعلي ذكرتك فانا اريد ان اترجمه للفرنسيه، ولكن يعني الهمم ضعيفه ومعظم الناس يعني فاهمني، ان لم تقم على يعني ما حاك كما يقال، ما حاك جلدك مثل نعم ظفرك، فتولى نعم في ذلك جميع امرك. فانا نعم يعني انا فكرت، وكان لي طلاب من فرنسا وما زال الحمد لله، بس بشوف يا جماعه طيب ما تجتهدوا معانا، طب ما الناس عشان الناس تستفيد، وترجموا هذا الكتاب خدت بالك، بحيث ان ايه، بحيث لما انا اقدمه او حد منكم لما انا اجيز احدا به يبدا يقدمه للناس الفرنسيين نعم الاصليين، او نعم نعم للذين لا يعني ولدوا في فرنسا ولا يعرفون الا الفرنسيه نعم نعم ويستفيدون، وغير ذلك يعني ممكن ورش، الناس اللي بتقرا بورش او غير ذلك استفادة، أنا مش مش شخصية. طب أنا ترجم أي قلت شيء آخر مش مشكلة، بس أنا بتكلم عن شيء خاص بي أنا شخصيا، فأقدر أقدمه نعم لحضرتك، أقول لك مثلا ترجمه والناس نعم يستفيدون منه، ويطبع أنا باسمك، مرحبا مولانا، يطبع مش مش بترجمتك، مفيش مشكلة. مش مش مشكل مولانا، يعني الإنسان اللي الآخر يبذل فيه جهد، ولا إن شاء الله مش بس مشكل هي إن شاء محتاجة الله. عزم، محتاج يعني هذا الأمر يحتاج إلى عزم. بعدين يعني أكيد أول الغيث أكيد، قطع. ما من عمل إلا واحتاج عزم مولانا. نعم لا مرحبا مولانا، لا أنا انا اقصد، حقيقة حتى اقصد ايه، فاذا عزمت فتوكل على الله، يعني محتاجه ايه، صبر نعم وثبات وكذا، وكل يوم لازم صفحه مثلا او شيء. كان احد الاخوه قال لي انا ان شاء الله هبدا، مش فاكر من فرنسا ولا من فين، قال لي انا ان شاء الله هبدا كل مره صفحه او كذا، بس بتسمع كلام ولا ترى فعلا، كما قال صح. اصحاب المعاجم، يقول لك ما لي ارى جعجعه ولا ارى طحنا. طحينا جعجع كلام 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 كلام، مش بعدين لا كلام، تجد الفعل. كثير لا كثير لا انا مش هذا مش اعاني منه، وجدت كثير على هذا الحال. يا جماعه طيب، ما لا تعد، قول مش هقدر مش هعمل، بس ما توعدش وبعدين تخلف. فالعمليه ليه؟ لان انا والله يا شيخ محجوب اقول هذا لمصلحه الناس، لانه هيستفيدوا أكيد اول من يستفيد، ودعوت كثيرا وما زلت ادعو. يا جماعه احنا عملنا مجله، يا جماعه اكتبوا انشروا، اكتبوا ونحن ننشر لكم باسمكم بكل، خدت بالك ليه؟ انا عايز الناس تتشجع، في نعم ناس في طاقات هائلة في العلم نعم وفي الفهم وفي الكتابة، ليه ما نشتغلش ونكتب، وكل يوم لو كل يوم صفحة وكل يوم مقال او نترجم شيئا او كذا وننشره، حتى يستفيد الناس ونعمل بيئة علمية، نعم كما قال عمر بن عبد نعم العزيز، سيأتي معنا في صحيح نعم البخاري ان شاء الله، لو شاركت معنا في صحيح ان شاء الله، وافشوا العلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا.
العلم نعم يبقى سر. ما هي دي المصيبة، هو ده الآن أصبح الفتن، أصبحت الفتن وأصبح الضلال والبهتان والعصيان والشبهات أصبحت مشهورة، وأصبح العلم سر، صار نعم العلم نعم سرا. هي دي مصيبة، كما قال مصيبة عمر: اللهم كبيرة. إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. نعم مفترض إن الثقة يكون قويا ويصبر، إنما الكافر المفروض هو ما بقاش عنده صبر، لا عكست الأمور، فأصبح كما في عكست الأمور القرآن فعلا. الكريم قالوا إيه: أن امشوا واصبروا على آلهتكم. نعم شوف عندهم جلد وصبر شديد. نعم والمسلم يقول لك: لا لا والله، أصل أنا خايف من الرياء، أصل أنا مش هقدر، أصل صعب عليا، اسمح لي. على إيه يا عم؟ خير خير يا عم، توكل على الله وبسم الله. وأول غيث قطرة، صح أول غيث قطرة، لما الإنسان يبدأ يترجم مثلا مختصرا، أو يترجم مقالا، أو شوية شوية يبدأ يترجم أكتر، شوية شوية يبدأ يترجم الكتب الصحاح، شوية فيبتدي يدخل في هذا المجال العميق. لأن نعم الآن نعاني زي ما أنت شفت، الغربيون إذا دخلوا الإسلام يدخلون بقوة، نعم ويريد، أنت عارف لما يكون إنسان جائعا جوعا شديدا، لما تجوع واحد أسبوع أو شهر لا يأكل إلا الفتات من الخبز، وبعدين تيجي مرة واحدة وتعطيه إيه اسمه إيه دوت خروفا مشويا، هياكله كله. صح؟ لا يغادر كبيرة ولا صغيرة، هينهي كل، نعم جوع شديد. هكذا الغربيون لما بيدخلوا الإسلام، ما شاء الله، والله يا شيخ يضربون لنا أعظم الأمثال. بتبقى أنت جالس سبحان الله، مذهول. يعني أعايشهم وأنا أعرف سبحان الله، يعني عندما يدخلون هم يعلموننا الأدب والأخلاق سبحان الله، يعني عجيب. لا لا أنا مش مرة أتعجب أن كلهم يعني شوفها، يعني فرنسي فرنسية دخلت الإسلام جديدا، وانظر كيف تفكر وكيف الآخر وكيف يا سبحان الله تحتشم وتقول يعني، والكلام يعني الآخر يعني تنتقي من كلامها ما تقوله للناس، واحنا يعني سبحان الله يعني نتكلم بأي كلام، نطلق الكلام على عواهنه عادي، ولا حشمة ولا حياء، ولا نستحي من الكبير ولا من الصغير، ولا كثير سبحان الله كثير كثير من يعني للأسف الشديد، بعض هؤلاء اللي هم المسلمين يخرجون من الدين وينفلتون عنه، وهؤلاء يدخلون في الدين الله أفواجا ويتمسكون به. مولانا يعني سبحان الله سنوات سنوات. أنا أشوف مثلا عند يعني أجري العقد لبعض الزواجات للمسلمين، يعني وأنا سبحان الله يعني تستوقفني يعني في بعض المحطات، تأتيني فرنسية داخل الإسلام يعني أسلمت فتريد أن تعقد، يعني باش تعقد هي والزوج تاعها سبحان الله، يعني سبحان الله يعني تسألني في أسئلة مولانا دقيقة جدا، وتقول لي قد قرأت، وراني قرأت، وقبل أن قبل أن الإقدام على الزواج راني قرأت على النكاح وكذا وأحكام النكاح وحقوق الزوج على الزوج، عجيب. ما شاء الله وتسألني في والعربية مولانا يعني الأخريات لا يأبهن بهذا الأمر تمام، سبحان الله. لا يعرفن شيئا على الزواج. نعم والله هي حيرتني هذه المرة، يعني مسلمة يعني عادي كنت دخلت جديد في الإسلام، نعم حيرتني سبحان، جابت لك أسئلة عميقة. عميقة سبحان الله. يعني قلت سبحان الله، قلت بارك الله فيك، قلت لها هذا شيء جميل، بارك الله فيك، هكذا تكون المرأة، ما شاء الله ما شاء الله. نعم، لأن هي هكذا تكون المرأة. الثقافة والتنشئة والأشياء دي لها عامل كبير، لها عامل كبير. والحمد لله العرب فيهم وفيهم وفيهم، بس احنا بنتكلم يعني ايه، يعني المفروض احنا نستفيد نتأثر من هؤلاء يعني. فإذا لما هؤلاء الناس يهديهم الله سبحانه وتعالى، بيبقى عندهم مشكلة ان هذه العلوم الكثيرة جدا عندنا نحن كعرب وكمسلمين غير مترجمة، نعم فبيحصل مشكلة، بيقعون بين المطرقة والسندان، إما نعم أن هناك يجدوا المتساهلين في الدين نعم وكل شيء مترجم، نعم متساهلين والعلمانيين وما أشبه ذلك، أو خد بالك برضه من جهة أخرى الشيعة شغالين، نعم الشيعة خد بالك، وينحرفون بهذا التساهل وهذا، أو يجدون المتشددين داعش لكن إيش كان مولانا حقيقة، يعني ربما راك سمعت على الملتقى البرجي في باريس، لا ما سمعتش، هم ملتقى ايش؟ يجرونه واحد المكان سميته البرجي،
البرج هذا هو اه المكان في الحقيقة، هو الاخر ملتقى دولي، هو البرج هذا ملتقى دولي نعم لعرض الصناعة الجوية، نعم نعم وهذا المكان يعني مخصص لهذا. ولكن في 22 افريل 23 اظن 21 يكرونه، يؤجرونه للمسلمين، نعم هناك ملتقى دولي. فيأتون في القديم كان يأتون الشيخ العطار رحم اي الشيخ العطار، والشيخ يوسف القرضاوي، ما والشيوخ شاء الله. كبار شيوخ، ما انا آه. ذكرت شو أش... سبحان الله. فبعد يعني سنوات يعني منعوا الشيوخ الكبار للاتيان هنا لفرنسا، آه ولكن سبحان الله. يعني المؤطرون هذو يعني المنظمون نعم. سبحان الله بعد سنوات بدأوا يعني يفكرون فقط في المال. سبحان الله في الأول لم أكن يعني ذهبت له 3 مرات أظن، لم أكن أجد رائحة للشيعيين هناك، للشيعة. الشيعة نعم. نعم. فبعد هذه يعني تقريبا واحد 5 سنوات 6 سنوات اللي فات والله 7 سنوات، سبحان الله أطلقوا العنان كاملا للشيعة، ويأتون بالكتب بتاعهم ويعطوها مجانا، والآخرون نائمون، أهل السنة نائمون، نائمون. وهؤلاء الساحة لهم فارغة، الساحة فارغة لهم. سبحان الله أدخلوهم إلى الملتقى هناك، ويأتون بالكتب وبالهدايا ويعطونها مجانا للكبار نعم نعم شغل شغل شغل، مثل التنظير، مثل التنظير. سبحان نعم. الله شغالين في يعني إفريقيا، شغالين الشعب، شغالين في إفريقيا، وشغالين في إندونيسيا، شغالين في إندونيسيا، وشغالين في إفريقيا، وشغالين في لولا أماكن، في أماكن كثيرة جدا، شغالين ب ب أحكي بإيه ب يعني ب باستماتة. اتفضل نعم أحكي لك قصة مولانا باش اتفضل أنا أختم بها. اتفضل. قصة في جزر القمر، نعم في جزر القمر اجتمع رؤساء الدول، نعم لست أدري لسبب ما، نعم فاجتمع فقال لهم رئيس دولة القمر، فقال لهم جزر القمر، قال لهم من يأخذ أبنائي ليدرسوا عنده العلم الشرعي؟ فظل مصر يعني قابلت قاع من عندما يعني كثرت قابلت 3 ما استطاعوش يزيد، قال لهم انا ما استطاعوش اكثر من 3 لا نستطيع، مصر قبلت قابل 3 3 فقط من دولة جزر القمر. من دولة. نعم فالكسميت السعودية قابلت 2 ولا 3، قال لهم يعني مستحيل لا نستطيع أكثر من ذلك، يعني فيها نفقة كثيرة لا نستطيع أن ننفق عليهم. الله أكبر. فتكلم واحد آخر، فتكلم سفير وزير إيران أو السفير بتاع إيران، فقال لهم نحن نقبل 200. الله الله أكبر، مصيبة مصيبة. مصيبة يعني. وهو كان في جزر القمر، كان معنا أحد الإخوة من جزر القمر، نعم قال إن الرئيس عندهم في فترة كان عندهم رئيس شيعي. ممكن لهذا السبب. آه حصل مرة عندهم أظن في هناك ولا غانا مش فاكر، أظن جزر القمر، في مرة ارتقى، لأن ما عددهم مش كبير، في نعم مرة واحد عند في مرة عندهم ارتقى الرئيس، بيقول لك وأصبح وكان شيعيا، ثم بعد ذلك عزل. المهم يعني فهم يعني هم شغالين يعني في دورة عندنا إن شاء الله في دبلومة المربي القائد، نعم إن شاء الله هتكون قريبا في خلال هذه الفترة، اللي هي ربما تكون الدورة رقم 12 أو 13، نعم اللي هي التحصين من المد الشيعي، وسائل نعم دورة التحصين من المد الشيعي، لأن ده مصيبة يعني هم شغالين شغالين جدا. فإحنا نعم مسألة يعني أدي إحنا عندنا في شيعة وفي تنصير وفي واهل السنه متفرقون يعني، فليه يا جماعه احنا عايزين نجتهد وفي نفس الوقت يبذل كل منا جهده، اللي عند عنده اللغه يترجم، اللي عنده الفقه يتفقه ويعلم، اللي عنده الحديث يحدث الناس، واللي عنده ونجتمع على كلمه سواء، واهل القران انما الانسان اللي هو شايفه اللي هو ايه الفرقه، خدت بالك، والطعن والنبذ يعني الله نعم المستعان الله المستعان. نعم طيب خلينا نقرا الحديث ان شاء الله. قال مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبري، لعل بقى مساله زوج النبي فيها اشاره لايه، يقصد
النبأ والإنباء والإخبار بغيب، فهي تخبر يعني إيه، هي ما أتت بشيء من عندها أو كذا، الله أعلم، برضو مسألة تحتاج إلى مراجعة وبحث. نعم. قال مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا في الآية النبي لم يقل الرسول، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه نعم. أمهاتهم، فبرضه اقتران النبي بإيه بالأزواج. نعم. كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، فلا ت... عفوا يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ فقال: نعم يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ فقال: نعم يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. تفضل. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره ولا على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. صلى الله عليه وسلم. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي في بعض النسخ فإذا سمع ثم ينصرف فإذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين، يعني في بعض التصحيحات، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. بارك الله فيك. طبعا تأدي في رواية 11 وفي رواية 13 وفي رواية 9 وفي رواية 7، كل هذا يدل على ايه؟ يدل على التنويع، نعم. وان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن سواء، لم تكن في حالة واحدة، واحيانا كان ينام صلى الله عليه وسلم كما قال انس وغيره، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى نظن انه لا ينام، وكان ينام حتى نظن انه لا يصلي، لا يقوم يعني من الليل. ففي تخفيف وتنويع، هي كل على كل الأحوال هو صحيح سنة قيام الليل هو أفضل الصلاة بعد الفريضة كما في الحديث، إلا أنه سنة غير مؤكدة، نعم سنة غير مؤكدة. طيب سنة غير مؤكدة في حق الأمة، طيب في حقه صلى الله عليه وسلم، البعض قال أيضا سنة غير مؤكدة في حق الحبيب، والراجح أنها فريضة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، نعم وإذا كان يقضيها وأمر بقضائها، من فاته شيء من صلاته بالليل فليقضيه بين الإيش، بين الصبح والظهر، يعني في وقت الضحى يعني.
خدت بالك؟ وكان إذا فاته قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة كما في الحديث. نعم فهي فريضة في حق النبي. الدليل على هذا قالوا الدليل قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة نافلة لك. نافلة لا يقصد بها الايه الزيادة، لا يقصد بها العطاء، ليست النافلة، لأن النافلة لها معنيان: ووهبنا له نعم إسحاق ويعقوب. إسحاق ونقف ثم نقول ويعقوب نافلة، يبقى يعقوب هو الزيادة. أما إذا قلنا ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، يبقى الاثنين عطاء، نفلتك أي أعطيتك. نعم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك ربك مقاما محمودا. وهنا عسى من الله تفيد التحقيق، كل عسى في القرآن من الله سبحانه وتعالى تفيد التحقيق إلا في موضعين. الأول عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجه، أو أن يبدله أزواجه، هذه واحدة. والثانية فين؟ الثانية في الإسراء، تمام، اللي هي إيش؟ في قول الله سبحانه وتعالى: عسى ربكم، اليهود والنصارى بني إسرائيل، عسى ربكم أن يرحمكم. فالله لا يرحمهم طالما إيه؟ طالما لم يسوبوا إلى الصواب. نعم، بارك الله فيك. قال مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالته. شوف برضه هنا زوج النبي، جت برضه نفس وهي خالته. قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل، أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتمة من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبي، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفتين، ثم خرج فصلى الصبح. قال مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالته. قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل، أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتمة من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبي، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفتين، ثم خرج فصلى الصبح. تفضل. وحدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل، أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه، وأخذ بأذن اليمنى يفتدها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. وحدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل، أو قبله بقليل أو بعده بقليل،
استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتمة من سورة آل عمران، ثم قام إلى شبر معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى إلى رأسي على رأسي، وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. تمام، بارك الله فيك. قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر، فتلك 13 ركعة. قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر، فتلك 13 ركعة. تفضل. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر، فتلك 13 ركعة. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبر عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: أرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر، فتلك 13 ركعة. طبعا هنا في هذا الحديث فائدة عظيمة جدا، ألا وهي إن في منهجية في الصلاة اختلف فيها العلماء، وهي منهجية أيضا في كل عمل تريد أن تنجزه. هل تبدأ بالقليل باليسير بالخفيف ثم تتدرج كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يقوم من الليل صلى ركعتين خفيفتين، نعم، ثم تطيل بعد ذلك كما تحب في ركعات أخرى، أم تبدأ بالصعب والطويل والشديد فإذا سهل عليك الصعب خلاص الباقي سيكون من أسهل ما يكون؟ هاتان منهجيتان، منهجيتان في التخطيط، في التدريب، في العمل، في الإدارة، في أي شيء تريد أن تنجزه. أنا شخصيا أرجح أن تبدأ بالخفيف. لماذا؟ وأظن والله أعلم أنه هو الراجح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان حتى إذا قلت إليه، هذا موقف الذي يرويه زيد بن خالد الجهني، هذا موقف، إنما في روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عموما بقى كان إذا أراد أن يصلي يقوم من الليل صلى ركعتين خفيفتين. فهذا هو الراجح، أن الإنسان لما يبدأ بالخفيف. لماذا؟ لأن العقل الباطن يبرمج على آخر فكرة، فعندما تغذيه العقل الباطن، العقل اللاواعي، تغذيه على فكرة السهولة والخفة سيسهل كل شيء. إنما إذا صدمته بأول شيء صعب
سيبرمج على ايه؟ على اخر فكرة بان كل شيء صعب فلا يستطيع ان يتقبل. هذه هي، وهذا هو منهج النبي. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يمل حتى لا تملوا. ومرة معنا امس حديث ايه، حتى لا تملوا، حديث ايه، اتلفوا من العمل، حديث اتلفوا من العمل، ما لكم بنت تويت، الحولاء بالنعم. الحولاء بنت تويت. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يكره هذا، ان الانسان يطيل لا لا لا، ليه؟ هتصلي كتير وهتتعب نفسك بعد ذلك وترقد ولا تصلي. لا، يعني احب نعم الاعمال الى الله ادومها وان قل، وكان احب العمل اليه نعم ادومه، اي ما داوم عليه صاحبه. فانسان هكذا يرتقي يرتقي، شيء خفيف خفيف، وبعدين يبدا ان هو ايه، عايز يزيد بعد ذلك ما فيش مانع، طالما انت احببت الموضوع انسجم بقى خلاص. كما قالوا اهل الصفاء واهل المعرفة، قالوا: من ذاق عرف. البداية انت نعم بتذوق مش بتاكل مش نعم بتغرف، البداية تذوق. من ذاق عرف ومن نعم عرف ها اغترف. الله، يعني ايه؟ يعني انت بداية تذوق العسل عجبك، اه والله ده جميل، وعرفت طعمه وحلاوته، تبدأ تغترف بعد ذلك. مش تيجي تغترف مرة واحدة ويصدك، لو ما عجبكش مش هتاكله خالص. نعم فهمتني؟ يعني انا اول مرة شربت لافوكا هنا في المغرب، كنت في الدار البيضاء اول مرة في حياتي، فأحد الإخوة قال لي: تعال نشرب هذا. قلت له، قال لي: ده والله حلو ومزيان وبيقوي ومش عارف، وله فوائد وفوائد. نعم قلت له: جزاك الله خير، يلا بسم الله. فذقت فعرفت، فلما عرفت اغترفت، شربت الكاس كاملا. فهمت؟ هذا هو المقصود. بارك الله هاني أنمو أكرمكم الله. وبعد لو ذلك من العدم. أصبحت أحب الأفوكا بعد ذلك، خلاص ما فيش مشكلة. لا لا جميل، نعم عندكم، ما أقول ما... تفضل تفضل، نعم عندكم في تفضل تفضل فرنسا طبعا موجودة. موجود بكثرة، اه نعم. حتى في البلدان الإسلامية الآن بكثرة. ما... لا في مصر ما فيش، لا في الآونة الأخيرة ممكن يكون موجود في اه مولانا قليل حسن قليل، بي. بيسموه الافوكاتو. لأن إحنا مولانا في مثلا في الصحراء في المغرب، في الجزائر، هناك كانوا ما كانش عندهم فواكه تماما في السبعينات، ما كانش عندهم فواكه تماما. الفاكهة المفضلة عندهم هي السمن الحر والكوم والتمر، والك ايه الكوم، الكسكس. الكسكس الكسكس، يقدمون اه الكسكس، سبحان الله. نعم. آه. لكن فيما بعد أدخلت الفواكه، والآن تجدها، يعني تجدها في الصحراء أكثر ما تجدها في الشمال. سبحان الله، نعم الحمد لله، الخير عم عادي، الحمد لله. العولمة حتى في في الأكل كمان. الله المستعان. قلت لك مولانا، تفضل. أنا في هذا نظن أنا يحتاج، يعني يرجع إلى الإنسان. الإنسان هذا، يعني الإنسان، يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي عليه الصلاة نعم والسلام، صلى الله. والقيام، لكن كان بعض الله سبحانه وتعالى، كان بعض عباده، نعم يعني سبحانه وتعالى عندهم إيمان قوي، ويعني سبحانه وتعالى فيقومون من الليل ما شاء الله، ويعني مرتاحين. فهذا نظن هذا يعني يرجع إلى الإنسان. صحيح، يعني تماما، صحيح، هي الأحسن والأفضل الإنسان يتدرج، نعم سنة التدرج هي أفضل. نعم لكن في بعض المرات، مثلا أنا أحكي قصة، مثلا صلة بن أشيم، وأنت تعرفه أحسن مني. صلة بن أشيم من التابعين، كبار التابعين. نعم صلة بن عندما تزوج، عندما دخل بزوجته، قال بدأ بالركعتين، نعم صلى ركعتين. فعندما دخل في الركعتين، وهذا يذكره أهل السير، نعم فدخل في الركعتين، ودخلت زوجته صلت خلفه، نعم فقال لك دخل في الركعتين، يعني فبقوا في الركعتين حتى الفجر الله أكبر، ما شاء الله، من شدة، ونسوا الزواج بتاعهم. سبحان الله، نعم الناس، يعني الناس عايشين مع ربي سبحانه، الله يعني الله الله، سبحان الله، شيء جميل. قلوبهم مع الله. نعم، هذا هو بقى اللي هو ايه، وان ايه، وان يكون ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، يوصل لهذه المرحله، شيء نعم جميل جدا ما شاء الله. نعم نعم، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. عندك مجلس. باب الامر بالوتر. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه الليل،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قال مالك: عن نافع بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. باب الأمر بالوتر. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. باب حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة ما قد صلى. نعم، طبعا مسألة مثنى مثنى هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، خلافا لما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله إلى أن السنة تصلى رباعية، السنة تصلى رباعية نعم في النهار أو في الليل. وذلك هنا أشار الإمام الزرقاني قال، وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى، هم تأولوها طبعا، أن معنى مثنى يتشاهد بين كل ركعتين، يعني زي الظهر كده، خدت بالك؟ فقالوا مثنى يعني إيه؟ يتشهد بين كل ركعتين ويصلي يعني رباعية، وهذا غير صحيح. وطبعا خالف صاحباه وقال هذا لا، يعني نحن نتوسط في هذا الموضوع، كيف يا جماعة؟ قالوا لنا أن نصلي الليل مثنى، لأن الرسول قال صلاة الليل، فنلتزم بالليل مثنى، وأما النهار فنصلي رباعي رباعي، فجمعوا بين المذهبين. ولكن الراجح هو قول الجمهور أن صلاة الليل والنهار، سنة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم، والله أعلم. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشأم يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رايح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد. قال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشأم يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رايح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد. قال عبادته: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. تفضل. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عن ابن محيريز أن رجل من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجل بالشام يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد. فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجل من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجل الشام يكنى أبا محمد يقول:
إن الوتر واجب. فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترفت له وهو رائح إلى المسجد، فأخبرت بالذي قاله أبو محمد. فقال عبادة: كذا محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن يضيع منهن شيء استخفافا بحق إن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. هنا في الوتر الإمام أبو حنيفة هو الذي انفرد بوجوب الوتر، واستدل بالحديث الوتر واجب، والحديث ضعفه جماهير المحدثين، وأيضا وافقه على هذا لأن أبو حنيفة لم يأتي بهذا من عنده، من رأسه أو من كيسه، إنما قال به ابن المسيب، وهو شوف ما مالك يقول ابن المسيب يقول بالوجوب. وأبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود والضحاك رواه ابن أبي شيبة عنهم، وأخرج عن مجاهد الوتر واجب ولم يكتب. هنا برضو تفريق بين الايه، بين الوجوب والفرضية. ونقله ابن العربي عن أصبغ وسحنون أو سحنون كلاهما صحيح، وكأنهما أخذاه من قول مالك من تركه أدب، هذا يروى عن الإمام مالك، ويروى عن الإمام أحمد أيضا أنه قال: من ترك الوتر فهو رجل سوء. شوف تخيل الموضوع كبير. ونقل عن مالك: من تركه أدب وكان جرحا أو جرحة في شهادته، جرحة في شهادته. فإذا وقال سحنون: يجرح تارك الوتر جرح التعديل. النهاردة بتجد شخصا لا يصلي وهو العلامة البحر كذا، كما ذكر الشيخ أبو إسحاق وفقه الله وجزاه الله خيرا وحفظه الله، أن أحد العلماء الكبار المشاهير بدون ذكر اسمه، لم يذكر اسمه، قال لك كان عالما في المواريث وكذا ولكن كان لا يصلي. ودي بتحصل فعلا، يعني كانت موجودة مولانا، كانت موجودة في الاستعمار، عندما خرج الاستعمار من الجزائر. نعم. الذين كانوا يدرسون من 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 كانوا يدرسون الطلبة هم لا يصلون، بل شيوعيون. الله أكبر، يدرسون القرآن؟ يدرسون الأحكام الفقه، وهو شيوعي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. عادي مولانا. يعني ولهذه هذه يعني هذه الفترة هي التي قسمت ظهر الأمة. نعم نعم، سبحان الله. إن أنا لسه امبارح بقرأ في بعض الوسائل التواصل بينقلون عن الجزائر إن وزيرة هناك عاملة مشاكل، وزيرة التعليم بتقول ما أعرفش المناهج فيها بتؤدي إلى التكفير ومش عارف إيه، والإخوة هناك زعلانين وقالوا كيف هذا الكلام، وبعض البلاغات بتقول إن هم منعوا بعض الناس من بعض البنات من الصلاة، أو قال لك إلغي المكان الصلاة، يعني في تخبط، في حرب، في تخبط وفي حرب على الإسلام، سبحان الله. من يعني افتجت في دول إسلامية وتجد فيها هذه المشاكل، يعني وكذلك في تونس مولانا، هناك حرب عشواء في هذه الأسبوع، هذا الأسبوع، على مدرسة قرآنية. أغلقوها؟ مدرسة قرآنية، لأنهم يقولون يتهمون بأن يتهمون له على الأطفال، وهو قال لك فقط ببركة، يتهمونها بإيش؟ ببركة إعلامية فقط، لأنهم يتخوفون من المدارس القرآنية. نعم نعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. هي مشكلة والله، مشكلة. فنسأل الله الهداية والتوفيق. إذا هنا الوتر الراجح أنه إيه؟ أنه سنة، ويجوز ركعة واحدة بنص الحديث، ولكن في مذهب الإمام مالك قال ثلاثة، قال على اعتبار ان انت ايه ركعتان شفع، هذه هي يعني الشفع يتبعه الوتر هذا، فهو تلاهية ثلاثة او خمسة او سبعة كذا، اثنين 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 اثنين، وبعدين بتوتر. ويعني انا شخصيا ارجح انها واحدة، لا بأس يعني. لا حتى هم يقولون واحدة فقط، هم حتى لا يقولون الوتر، يقولون الشفع والوتر. يعني هو بيقول لك اقله ثلاث، على اعتبار ايه؟ على اعتبار ان هم مع بعض الشفع والوتر، لان الامام ابو حنيفه هو الذي يقول ثلاث.
نعم. أبو حنيفة هو الذي يقول ثلاثة، يقول ان الوتر ثلاثة، وتر ثلاثة. سنعرف ان عن المالكية وهم اللي بيقولوا ثلاثة، اقله لا نحن ثلاثة نقول الشفع والوتر. على اعتبار ان هو مع بعض يعني. الآن لا يقدر يوتر بواحدة مولانا عند المالكي. يمكن بقى ده هذا قول في المذهب، لان اللي انا اعرفه ان الامام مالك يقول ان الوتر اقله ثلاثة، انت بالك. وستأتي معنا يعني. شوف دلوقتي هو مثلا الإمام الزرقاني قال لك إيه في الحديث الذي نحن فيه الآن، اللي هو إيه، فإن خشي الصبح فإن خشي فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. نعم فهنا قال لك صلى ركعة واحدة وللشافعي وابن وهب ومكي ابن إبراهيم ثلاثتهم عن مالك فليصلي ركعة خرج الدارقطني إلى آخره. صلاة الليل ماشي. وفيه أن الوتر واحدة وأن فصله أولى من وصله، ورد بأنه ليس صريحا لاحتمال أن معنى ركعة واحدة مضافة إلى ركعتين مما مضى وبعده لا يخفى توتر له ما قد صلى من النفل إلى آخره. قال لك هنا وسبق سبق الشفع شرط في الكمال لا في الصحة، وهو المعتمد عند المالكية خلافا لبعضهم، لقول بعضهم شرط صحة. وقد صح عن جمع من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة دون تقدم نفل قبلها. يعني هنا الخلاف في المذهب ان انت يعني ايه تأتي قبلها بالشفع، نعم وبيقول لك ان هذا شرط كمال وليس شرط صحة، وبعضهم في بعض المالكية نعم يقولون هذا شرط صحة. لعل هذا هو السبب ان انا قلت نعم. وقد روى محمد بن نصر وغيره ان عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصلي غيرها. في البخاري ان نعم سعد اوتر بركعة، ومعاوية اوتر بركعة، وصواب ابن عباس، وقال انه فقيه. في كل هذا رد لقول ابن التين لم يأخذ الفقهاء بعمل معاوية، واعتذر الحافظ عنه بقوله لعله أراد فقهاء المالكية لا يصح لنا معتمد عندهم صحته بركعة. واحتج بعض الحنفية لما ذهبوا إليه من تعين الوصل، إن هو بيقول لك ثلاثة مثل المغرب يعني، والاقتصار على ثلاث بأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسن جائز، واختلفوا فيما عداه، فأخذنا بما أجمعوا عليه وتركنا ما اختلفوا إلى آخره. وقال لك في حديث عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب، هذا رواه الحاكم وغيره. وقد صححه الحاكم وأخرجه هو ابن حبان والحاكم وصححه من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا نحوه إسناده على شرط الشيخين، وأخرجه هو النسائي. وعن ابن عباس وعائشة كراهة الوتر بثلاث. يعني المسألة فيها إيه، فيها خلاف شوية تمام، ولكن الراجح واحدة لا بأس، الإنسان يوتر بواحدة سواء موصولة بالإيه بالشفع أو مفصولة، نعم فهو شرط كمال وليس شرط صحة كما ذكر العلماء. بارك الله فيكم. مولانا. فقال عبادة كذب أبو محمد، هنا كذب بمعنى أخطأ. نعم، هذه يستعملونها السلف الصالح، كان يقولون كذب كذا، أو كان أحيانا يغلظونها في القول يقولون كذب عدو الله، فبتبقى بتبقى إيه، فعندهم غلظة أحيانا في الرد هكذا على من يخالفهم، كما في حديث نوف البكاء نوف البكالي، نوف في حديث ابن عباس اللي هو حديث ايه، حديث موسى عليه السلام مع الخضر، نعم ان نوف البكالي زعم ان موسى في صحيح البخاري زعم ان موسى عليه السلام ليس موسى بني اسرائيل، فقال ابن عباس كذب عدو الله، ثم ساق الحديث كله عشان يبين ايه، يبين ان الخضر التقى بموسى بني اسرائيل لما قال له السلام عليكم، قال وأنى بأرضك السلام، من أنت؟ قال موسى، قال موسى بني إسرائيل. هذا هو من أجل هذا تساق الحديث كامل. نعم. قال مالك عن أبي بكر بن عامر عن سعيد بن ياسر أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لي عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقلت له خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت بلى والله، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. قال مالك عن أبي بكر بن عامر عن سعيد بن ياسر أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لي عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقلت له خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت بلى والله، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. تفضل.
وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت، ثم أدركته فقال لي عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة؟ فقلت: بلى والله. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت، ثم أدركته فقال لي عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة؟ فقلت: بلى والله. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. بارك الله فيكم. طبعا السنة لا يشترط فيها ما في الفريضة من استقبال القبلة والقيام مع القدرة، بعض هذه الايه بعض شروط الصحة وبعض الأمور لا تشترط في النافلة، تخفيف من الله سبحانه وتعالى، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. مولانا، ولكن مولانا هنا الآن، يعني مع هناك بعض الدول مثلا، والإنسان مسافر دول يعني بعيدة جدا، والإنسان قد يقضي فيها 12 ساعة يعني متتالية في الطائرة، يعني كيف يصلي هنا صلاة الفريضة؟ الفريضة طالما هو لا يعرف القبلة، هي في الطائرة، أنا شفت في الطائرات ما شاء الله دلوقتي، يعني مثلا في بعض شركات الطيران بتكون عندها البوصلة وموجودة في الشاشة اللي بتكون فيها، وبيقول لك بيعمل لك يقول لك القبلة الكعبة، مكة القبلة أهي، وأنت في الطائرة بتصلي، وأيضا يوفرون مكانا للصلاة. بعض الشركات للأسف ما تعرفش، عندهم جفاء، عندهم مخهم تعبان او حاجه زي كده، ما بيبقاش عامل مكان للصلاه، او لو في مكان انت تقدر يعني مكان صغير انت هتصلي، هتاخد ايه مكان صغير متر في متر بتصلي، فيقول لك لا احنا اسفين ممنوع. فبعضهم هكذا يحارب الدين، بعضهم يحارب الدين يقول لك لا ما تصليش، ما معلش ممنوع، فاهمني؟ وبعضهم ما شاء الله يوفر مكانا، يعني رأيتوها الاتحاد مثلا، سافرت معهم أكثر من مرة، ما شاء الله موفرين مكان وفي القبلة، وبرضه عايز أقول لك الدعاء، أنت بالك. طبعا الشركات الغير إسلامية اللي هي الشركات الغربية دي يعني لو قال لك ما تصليش ما فيش مشكلة، بس ما أظنش إن هم يقول لك ما تصليش، يعني هم برضه عندهم إيه حق العبادة مكفول، يعني ما فيش مشكلة. نعم، إنما اللي بيزعلنا إن إحنا نجد هذا من شركات من دول عربية يقول لك لا ممنوع، ممنوع الصلاة. طيب وبعدين بعض الشركات بقى السعودية، يا سلام، أحد الإخوة كان معاي من السعودية بيقول لي ما شاء الله موفرين مكان مصلى، مسجد، نعم، موفرين مكان مسجد في الطائرة، بيقول لك والمسجد يمتلئ عن آخره وكذا، ما شاء الله مسجد المصلى ولكن تغير مولانا، ما بقاش يعني، ما أعرفش بقى اللي أنا أعرفه ده الكلام، بدأت الأمور مولانا تتغير، لغوا حتى المسجد أدخل بتاع الطائرة. المسجد، لست أدري، بس أدخلوا المضيفات، ويعني لا شك، مكتبات لا شك، لا شك، لا يعني اقصد ايه، الرجاء. يعني اللي انا اقصده انا بنظر للجانب الايجابي، يعني في خير، صحيح، يعني قديما مولانا، نعم. قديما مولانا كان هذا الشيء، وكانوا حتى يعني الربان كاملين عندما يمرون عليك يقول لك: السلام عليكم ورحمة الله. عجيب جدا، ما شاء الله. نعم. الآن مع هذه الأزمة لست أدري، الله أعلم. لا هو غالبا ان شاء الله خير، لان انا بقول لك الكلام ده قريب، من حوالي تقريبا مثلا 6 7 شهور كده كنت مع بعض الاخوه من السعوديه، كنا في اندونيسيا، وقال هذا الكلام تمام، يعني هو اللي اخبرنا، حتى قال ما شاء الله الشركات الوحيده اللي في العالم اللي فيها مكان للصلاه مخصص للصلاه السعوديه، الشركات السعوديه بتاعت التابعه للدوله، وما شاء الله الصلاه وكذا وكذا. لا ان شاء الله، بص الازمه دي هتزول، ما تقلقش، يعني ان شاء الله نحن نحن نتفائل. لا نرجو إلا ذلك مولانا. نتفائل ان شاء الله هتمر 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 بسلام. وحتى لو انت عارف، لو السعودية صارت مثل مصر، يعني ايه ان في وسطية وكذا وكذا، يعني برضو ان شاء الله هتمر بخير، هتكون العملية
فهمتني؟ إن شاء الله انما يا رب. الانحلال الشديد لا، ما احنا كلنا طبعا ضد الانحلال الشديد. يعني انت في مصر، انت مقيم في اوروبا، بتنزل مثلا بعض الدول العربية المتأثرة بالغرب بتلاحظ الايه التأثر الشديد والملابس والتبرج، بتروح مصر سبحان الله بتجد الامور مختلفة تماما، يعني التدين فاهمني؟ يعني لو انا بقول لك، لو السعودية تبنت المنهج الازهري ده شيء جميل جدا، نعم انما هما الان حاليا يعني المنهج اللي هو سائد في الدوائر السياسية، ما لا ازهري ولا حنبلي ولا مالكي ولا نعم اي حاجة خالص. نعم الدوائر السياسية احنا مالناش دعوة بالسياسة طبعا، بس انا اقصد ايه يعني الاوضاع الحالية، لا يعني ما لا تسوق عدوا ولا حبيبا، يعني ممكن تسوق العدو انما الحبيب لا. نعم مولاي مولانا، فإذا لم يجد، إذا كانت طائرة غير يعني مجهزة وغير بس هو ده اللي انا اقصده بقى. فاحنا عندنا حالتان، حالة موجود ان يتوضأ وان هو يصلي وكله تمام، طبعا الافضل ان هو يكون عامل حسابه ان هو مثلا يمسح على الجورب الصفيق او ما غير ذلك، يكون مجهز نفسه بحيث ما لا يستهلك ماء كثيرا ويبهدل الدنيا ويبلل، ان الطائرة هو حساسة برضه، نعم ده شيء. الشيء الثاني، او دخل متوضئا يكون عامل حسابه متوضئ قبل ما يركب الطائرة، وهو في الطائرة له ان يجمع، طالما جاوز بلدان بلده مش الدولة، بلدان بلده، بلدان مدينته التي يقيم فيها، طالما جاوزها له الحق أن يجمع ويقصر الصلاة الرباعية. ويصلي جالسا مولانا؟ لا هنا بقى يصلي قائما، هنفترض أنه لم يستطع إلا أن يصلي جالسا، قالوا لا ممنوع وغير ذلك، إيش يعمل؟ قال لك يصلي. لحظة واحدة أشوف بس حد يخبط على الباب. استاذ محجوب معذرتك، كان في واحد بيسال. عفوا. فاذا المقصود، فلو هو لا منعوه من القيام او لا يستطيع ان يقوم، الشافعيه قالوا يصلي وهو ايش؟ يصلي وهو جالس، نعم تمام، ولكن بعد الفريضه، يصلي الفريضه وهو جالس، ولكن اذا وصل الى بلده او وصل الى المكان الذي يسافر اليه يصلي قائما، يعيد يعيد الصلاة. طب يا جماعة لماذا يعيد؟ طب ما هو صلى. قال لك لأنه هذا أمر لا يصح أن يتخلى عنه، لا يصح. طب ما هو صلى جالسا، طب إيش؟ قال لك طب لأن لو فاتته الصلاة طب هيعمل إيه؟ فاتقوا الله ما استطعتم، فهمتني؟ فأنا شخصيا أرى أن هذا أفضل قول، أنه يصلي جالسا إذا لم يستطع أن يصلي قائما الفريضة، يصلي ايه؟ يصلي جالسا ثم يعيدها، والله اعلم. بارك الله فيك. بارك الله. اخر حديث، قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال كان ابو بكر الصديق اذا اراد ان ياتي فراشه او ترى، وكان عمر بن الخطاب يوتر اخر الليل، قال سعيد بن المسيب فاما انا فاذا جئت فراشي اوترت. ناخذ الثاني كمان معاه بالمره الاخير. قال مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هو، فقال عبد الله بن عمر قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون، فجعل الرجل يردد عليه وعبد الله بن عمر يقول أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون.
قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر. حاضر، خذ راحتك. للأسف للأسف اسمع الله يبارك فيك. وقت ما تي وقت ما تحب تسجل حصك تسجل دابا، وقت ما تحب تأتي تسجل إن شاء الله إن شاء الله. حاضر، تفضل. الله يعلم. السلام. اسمح لحظة. معذرة، واحد كان بيسأل. لأن الموقف هذا الموقف شبيه به حصل مع مديرة المركز، كانت في الجمعية، هي بتعمل في جمعية أخرى، وجاء واحد فعل مثل هذا الموقف. نحن نريد أن نسجل، وبسأل على مش عارف إيه، وبسأل وبعدين قال طب لو سمحت ممكن تعطيني الهاتف عشان تسلل السلت ومش عارف وحاجات زي كده، وأخذ الهاتف ومشي. لازم الصبر يا مولانا. ها فهمتني؟ لازم الصبر مع هؤلاء مولانا، الصبر. لا يعني ايه، بيقول لك السلت، فهو بيقول لي ممكن السلت، اصل السلال السلت، وانا شايفه متوتر هو بيكلمني. اصل خد بالك لابد تفهم شخصيات البشر. نعم، هو بيكلمني متوتر وجالس وجالس شويه وقام متحرك تاني وبعدين، فهمتني؟ فالنوعيه اللي زي كده الانسان ياخد باله ويحذر. انت عارف لو انت في اليابان ولا في دولة متقدمة ولا حاجة، كن هاني وغمض عينك واجلس وارتاح ونام وما فيش مشكلة، انما هنا الامور خطيرة. يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، ما تبقاش عارف ما في النفوس. الله اعلم، احنا بنحسن الظن، بس في حالات مرينا بيها وناس شافوها وفهمتني، فلابد الانسان يحتاط. انت بالك الانسان يحتاج مولانا الى صبر، صبر كبير مع هؤلاء. نعم. هناك ناس مولانا حقيقة يعني مرضوا من المشاكل العائلية والداخلية والخارجية، فيحتاجون إلى مربين مولانا، يحتاجون نعم. إلى من يحضنهم حقيقة. أنا حقيقة يعني رأيت مثل هؤلاء، كنت نعم. يعني أنا مولانا 20 عام، وأنا في عندي خمسة أكثر من 20 عام في التجربة، فكنت في الأول كنت منرفز كثيرا، نعم. ومع التجربة صقلتني التجربة، فرأيت بعد أنا اللي كنت خاطئ. فأن هؤلاء الناس يحتاجون مساكن إلى من يسمع إليهم نعم يعني. نعم فالإنسان لا، فهي الصبر حقيقة لا الصبر. انا اقصد ايه يعني، انت ما تامنش يعني، اصل بقول لك أكيد اعطيني الهاتف وصلت سلالي السلد. طب انا اضمن مين؟ انا اعرفك؟ أكيد. هو انا اعرفك اما اعطيك الهاتف وتسللك السلد؟ طب ما انت تاخد الهاتف وتمشي، واحتاس انا والارقام والدنيا. ما بقول لك حصلت مع مديرة المركز، مديرة المركز هنا عندنا هنا في الجمعية، جاء واحد وواقف كده وقال لها ايه، اصل انا خلاص نسجل ما اعرفش قريبتي ومش عارف، وبيكلم هم عندهم في الصم البكم بيتكلم معاهم بالاشاره، وخدت بالك؟ فهي فهمت، اعطاها الامان، اعطاها الامان تماما. وبعدين قال لها ما اعرفش، طب اسمح لي اصل السلد وخلاص نتكلم وخلاص تعدني ومش عارف ايه وحاجه زي كده، قام واخد الهاتف ومشي، وهي احتاست بتتصل بيه خلاص انتهى الهاتف. مشكله يعني، يعني الله المستعان. فلابد الانسان، ما اعطيش انا الهاتف ديالي لحد في سلد ما فيش ابدا سلد. ابدا لان هيروح الشيخ محجوب وهيروح الشيخ فلان ويروح كل التسجيلات وكل الناس اللي انا ابدا. انا كنت سبحان الله، شوف مولانا كنت نعم. اسالك على هذه، شوف يعني كنت سبحان الله يعني حقيقه، شوف ما على باليش يعني هذه القصه وقعتنا في، يعني كنت في السؤال في التمرين في الحديث سيدنا عبد الله بن عباس عندما اخذه بات خالته نعم حديث، فالمحدث هنا يعني الراوي هنا قال وهي خالته، نعم نعم فقلت سأسألك، ولكن الوقت ما بقناش ما حبيتش نسألك. قلت سبحان، شوف ذكاء يعني أهل العلم لازم أذكياء، تماما يكونوا أذكياء وفاطنين يعني، لأن بعض الناس يقول لك لا صاحب القرآن يكون درويش، درويش لا ما يكونش درويش، لا لا، أهل الفقه وأهل العلم وأهل القرآن لازم يكونوا أذكياء، ذكي طبعا، امال ايه، مسلم ذكي، نعم نعم هاي خالته. وهذه اللفظة هنا واجبة، هذه اللفظة مولانا
لان لو يقلع الاخر كما الان سوغ الفيسبوك سوغ مثلا الانترنت مولانا، مثلا يبحثون عن الاخر على الخطأ لكي يلطخوا الامه الاسلاميه. نعم تماما سبحان تماما. الله. فالانسان يكون ذكي مثل هؤلاء لانهم عاشوا في السرقه وعاشوا في في الانسان يكون ذكي وردهم بالله يردهم ب نعم صحيح صحيح. نعم بارك الله فيكم. طيب يا سيدي، اذا نقرا هذين الحديثين الاخرين. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال: كان ابو بكر الصديق اذا اراد ان ياتي فراشه او ترك عمر بن الخطاب يوتر اخر الليل. قال سعيد بن المسيب: فاما انا فاذا جئت فراشي اوترت. قال مالك انه بلغ ان رجلا سال عبد الله بن عمر عن الوتر اواجب هو؟ فقال عبد الله بن عمر: قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم واوتر المسلمون. فجعل الرجل يردد عليه: عبد الله بن عمر يقول اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم واوتر المسلمون. تفضل. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال: كان ابو بكر الصديق اذا اراد ان ياتي فراشه اوتر، وكان عمر بن الخطاب يوتر اخر الليل. قال سعيد بن المسيب: فاما انا فاذا جئت فراشي اوترت. وحدثني عن مالك انه بلغ ان رجلا سال عبد الله بن عمر عن الوتر اواجبه، فقال عبد الله بن عمر: قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم واوتر المسلمون. فجعل الرجل يردد عليه: عبد الله بن عمر يقول اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم واوتر المسلمون. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال: كان ابو بكر الصديق اذا اراد ان ياتي فراشه اوتر، وكان عمر بن الخطاب يوتر اخر الليل. قال سعيد بن المسيب: فاما انا فاذا فراشي اوتر. وحدثني عن مالك انه بلغه ان رجل سال عبد الله بن عمر عن الوتر اواجب هو؟ فقال عبد الله بن عمر: قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم واوتر المسلمون. فجعل الرجل يردد عليه: وعبد الله يقول أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. نغلق هذا التسجيل ثم نبدأ الشاطبية إن شاء الله. بارك الله فيكم. صح إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم.